حذرت محافظة صلاح الدين من فشل الخطط الزراعية الشتوية وكوارث معيشية تصيب 80% من سكان المحافظة بسبب تأخر صرف مستحقات تسويق الحبوب للمزارعين من قبل وزارة التجارة، داعيا الحكومة والجهات المعنية إلى إنقاذ المزارعين والخطط الزراعية في صلاح الدين بالسرعة الممكنة. وقال رئيس الجمعية الفلاحية في المحافظة كريم كردي دليمي إن 45 إلى 50% المزارعين تسلموا مستحقات تسويق محصول القمح، مبينا أن مستحقات المزارعين عن موسم التسويق الماضي بلغت 407 مليارات دينار، فيما لم يتم صرف سوى 120 مليارا فقط.